السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. من المنتزه، احنا قدام باب المنتزه، المنتزه في اسكندرية. نخش جوه بقى نشوف ايه اللي بيحصل فيها وايه اللي بيجرى. دي المنتزه من بره كده، قدام المنتزه من بره، ده شارع المنتزه قدام المحلات، بوابة المنتزه. فادي دخلنا باب المنتزه، الدخول ب 25 جنيه. بصوا بقى يا جماعه، لو معاك عربيه، عربيه ممنوعه جوه في المنتزه. العربيه بتحطها في الجراج، بتخش كده يمين وتحطها في الجراج. الجراج ب 50 جنيه، الجراج ب 50 جنيه. والتنقلات جوه بقى في كده طفطف او عربيات الجولف ديت. الدخول ركوب النفر فيها ب 20 جنيه، يوصيك اي حته يعني، المكان محدد. ولو عايز تلف بيها طبعا بتبقى 200 جنيه تقريبا في الساعه. وفي تأجير عجل برضو، عجل مصر اهوت، العجله ب 50 جنيه في الساعه. والله حلوة شركة تارتوسية، العجل ب 50 جنيه، إيجار عجلة ب 50 جنيه في الساعة. ممكن الدخول على الجراج ب 50 جنيه في اليوم، تحط عربيتك. ممكن بتاخد عجله من هنا ب 50 جنيه في الساعه وتلف بيها ايه المنتزه كلها. والله في بلح اهو، في شجر بلح. بس البلح اخضر، في حبة هم استووا جوه. تيجي ناخد بلحة كده ونشوف، يمكن لقوا بلحة كده ناكلوها. البلح هنا استوى أحمر أهو. ودي حدائق المنتزه الجميلة. الكوبري جميل برضو، الكوبري بيعدي الناحية التانية.
السلالم برضو رخام ماشية برضو مع طبيعة المازينوت. برضو هنا في البحيرات كبيرة جدا الصراحة، كبيرة يعني واسعة. كده جزيرة وفيها زي الأول في كوبري اهوت، كوبري خشب برضو بدائية. جوه كده في زي ايه ده كه اسمه ايه ده كابينه كده معموله من جذور اشجار النخيل. اللي في النص ديت كيف بيصوروا. ده المبنى اللي كان فيه ماكدولينز، وكان فيه قاعة ليلتي، وكان فيه المطاعم وكده. تقريبا اتباع وقت عمل حاجة اسمه فالكون تقريبا المكان ده. بصوا هو حتى لسه اليافطة بتاعت ماكدولينز موجودة، بس تقريبا اتباع بقى وبيتوضى وبيتعمل من جديد خالص يعني. هنا كان في قاعة الحفلات والأفراح ليلاتي وماكدولينز، كل ده طبعا ايه في الباي باي وبس. منطقة الجناين والقصر وشغل البلح. جيت بعمل ازاي جميل جدا الممر ده لحد اللي بره وطلع فوق لحد السلاملك ولا الحراملك دي فندق فلسطين والاشجار والنجيله. عربات الجولف الفرد ب20 جنيه.
والطرم الصفراء هناك هيت جاي من بحر لحد هنا ماشية. سور أبو يرتين أو البشروش كتير هنا في المنتزه. بصوا بتاكل الحشرات والأعشاب والديدان. وجنبيها برضو غراب واقف في حوالي 2 4 6 بشروش، وفي 2 يمامات جنب الورد الجميل دوت، وفراشة جميلة برضو ديت، وفي 2 تاني اهوت. هما عشان في مية بس واقفين بيحبوا المية هما. من قدام قصر المنتزه دلوقتي. بصوا القصر لما حد بيخشه هنتفرج عليه من بره بس كده يعني، لا ممنوع الدخول. ممكن نلف حوالين السور كده بس ايه نتفرج عليه، انما جوه بقى ده صعب. ده جميل الصراحة. بص بقاله كام سنة محتفظ برونقه بألوانه الجميلة. سنين محتفظ بألوانه على البحر، يعني المفروض يعني يحصل فيه حاجات دمار، بس بصوا مبني بضمير يعني. صراحة رائع. انا لقيت طريق ال بصوا في الاسود ديت. كنت عايز اكل بلح بس خفت الصراحة، بس بتسمم ولا حاجة رميت يعني. كنت كده كان بلحة وكنت اكلهم، نفسي ما جابتنيش.
ده طريق الخروج الباب الرئيسي. يا رب كده اكون قدرت اوريكم لو حاجة بسيطة في المنتزه كده او اللي حصل فيها، وان شاء الله لما يحصل فيها اي تعديلات تاني هنيجي ان شاء الله ايه نبص بصة تانية. السلام عليكم. وفي كمان عجل بناتي الساعة ب50 جنيه، دي الساعة ب100 جنيه اللي هي اللي بتاعت عجلات دي، دي للبنات ممكن اللي معرفش يسوق يركب دي ب100 جنيه، وفي عجل عادي الساعة ب50 جنيه. أول ما تخش كده باب المنتزه هتلاقي العجل ده بإيه؟ ب50 و100. شجر البلح، بص البلح احمر اهوت وبقى جميل جدا. عايزين بحد يطلع كده على النخله كده يجيب لنا كام بلح هي كده، مش هيقع في الارض ناكلوها. ده شجر البلح، وده اسمه ايه مزرعه البلح. هنا برضه في مزرعه برتقال برضه ندور عليها نشوفها فيها ايه. في الطاحونة، الطاحونة دي ولا مدة هنا موجودة. وفي كده مجموعة محلات أو لسه بتعمل محلات، هتتعمل مطاعم، هتتعمل أي حاجة يعني مش عارف. وفي برضه هنا تأجير عجل بس ده أصغر شوية. برضو الساعة ب50 جنيه. في عربيات بالكهرباء. بتاعت عجلات ديت ب100، والتانية ديت ب50. وده جراج المنتزه ب50 جنيه في اليوم عشان ممنوع جوه العربيات. ده الجراج بتاع المنتزه، قلنا هنا الساعة ب50 جنيه. مجموعة لسه محلات ما فتحتش. وفي جوه عربيات جولف بتاخدها النفر ب20 جنيه، الفرد ب20 جنيه، يوديك لمثلا البحر، يوديك لأي حتة أنت عايزها. يعني بتركن العربية نوت ب50 جنيه، وتاخد جولف دوت عربية جولف ب20 جنيه الفرد، يدخلها لحد جوه. بصوا العربية اللي جاية دي. دي عربية الجولف دي. كده احنا قدام الفنار بتاع المنتزه.
بص وتوضب وتبيض. وفي بقى عاملين نافورة جديدة او اسمها ايه، فسقية دي او حلقة او سكوير او دايرة عندها ورد اشجار. هنا في وسط منطقة شغل البلح، في بلح كتير جدا هنا في المنتزه النهارده، البلح بستوكا بروت. دوت هنا الساعة بتاعت المنتزة، كانت بترن الساعة 12، ولعبة الجولف جاية اهي. دي كانت الحتة دي كان اسمها ايه؟ كان فيها محلات كده وبتاع، ما كنتش كشري تقريبا مسمينها كشري الشاي. هي جميلة بس إما بنتفرج. قدامنا هنا فندق فلسطين، طبعا أشهر فندق في المنتزه، اتعمل فيه حاجات كتيرة جدا. ده فندق هيلنان رجال فلسطين، فندق هيلنان بلس، فندق طبعا اسمه ايه فاخر، 5 نجوم جميل جدا. برضه في مرسى يخوت، الناس اللي تركب البيتش باجي اسمه ايه ده، الهيت سكاي. وفي مرة سيئات لليخوت والمراكب هيت سكاي. في السلامنك او الحرامنك فندق وكافيتيريا برضو جميلة. اللي عنده المدافع دوت مجموعة نوادي وكافيتريات جميلة جدا. فنار اسكندرية هو من بعيد او فنار المنتزه.
تقريبا نوادي او كافيتريات. مجموعة الأشجار النادرة بتاعت المنتزه. بص شكلها جميل جدا، مجموعة أشجار مزروعة برضو بقالها مئات السنين، تمثل فيها أفلام كتير. شكلها جميل الصراحة، كده في اخر المنتزه عند جنب منتزه باي. مجموعة اشكال كده بصوا متشابكة من فوق زي الغابة يعني. فوق قاعدة حلوة، بص من فوق تحت، قصدي من تحت حلوة، من فوق بالشبك كده عاملة ضلاية كده على المنطقة. المصلع بتاع السلاملك جنب البحر كده، بصوا جنب المنتزه بي وجنب الكوبري. منظر جميل جدا. البحر قريب شوية، بس الدنيا حلوة، بس ايه ما كملتش يعني، يعني لسه ايه في اعمال. ممكن بقى ان شاء الله الصيف الجاي يكون كل حاجة بقت حلوة يعني، لسه الشغل شغالين فيه يعني. لسه بروحت البوية برضو في كل حتة جامدة الصراحة، انا بقى بتخانق من ريحة البوية دي. لسه الاشجار صغيرة مكبرتش، المنتزه يعني فيها شوية ناس مش كتير يعني، حبة صغيرين يعني، ممكن النهاردة لحد فمفيش حد كتير كده يعني. اللي بقى بص جوه، بص الأشجار شفتها من بره، قلت نخش ايه نصورها من جوه. دي الصراحة حلوة، شبكة لكنك ايه ماشي بغيبة.
ودي تقريبا اسطبلات وبيوت للحيوانات، يعني مثلا لو حيوان عايز يصيف كده او يقضي يوم ظريف يجي هنا في الامكان دوت. الهورس والدوج والأماكن الحيوانات دي، بس مش عارف بقى اليوم بكام الحقيقة. إذا الحصان عايز يبات هنا مش عارف اليوم بكام يعني. كرنيهات ولا بعضوية ولا ايه بالظبط؟ لو لقينا حد نسألوك دوت النظام هنا ازاي عشان يجيب الحصان بتاعي برضه يقعد له يومين كده، يجيب الفرصة حلوة ولا حاجة ويتجوزها. انا المكان ده جنب البحيرات قصر المنتزه، ممكن البحر والشلالات. ممكن بيبقى هنا ايه اللي هي مساكن ال بلاش مساكن البلد الحيوانات يعني. ممكن ده الجناين والقصر وال وشغل البلح. ده اللي بص في الشارع جيت بعمل اللي جميل جدا. الممر ده لحد اللي بره وطلع فوق لحد السلاملك ولا الحراملك دي، فندق فلسطين والأشجار والنجيلة. عربات الجولف الفرد ب20 جنيه والترام الصفراء هناك اهيت جاي من بحر لحد هنا ماشية. طيور ابو قرتين او البشروش كتير هنا في المنتزه، بصوا بتاكل الحشرات والاعشاب والديدان، وجنبيها برضو غراب واقف في حوالي 2 4 6 بشروش، وفي 2 يمامات جنب الورد الجميل دوت، وفراشه جميله برضو ديت، اتنين تاني اهوت. هما عشان في ميه بس يقفوا يحبوا الميه هما.